اهلا بيكم في الحلقه الخامسه من برنامج كواليس خفيه سيزون 2. النهارده هنتكلم على شخص او شغلانه معينه في السينما ناس كتير قوي نفسها تشتغلها. النهارده هنتكلم على الممثل او الممثله. طبعا التمثيل مهنه صعبه قوي، في ناس كتير فاكره ان هي مهنه سهله، يعني في ناس بتقول ان هي بتعرف تكذب، ففي الحاله دي هم بيعرفوا يمثلوا. طبعا التمثيل في العالم كله بيحتاج هنقول موهبة، ماشي، بس لازم ان انت برضو يبقى عندك العلم نفسه. التمثيل بيبقى فيه جزئين، في تمثيل نفسي وفي تمثيل جسدي. التمثيل الجسدي في كذا حاجة كده في جسمك لازم توضح وتعبر عن التمثيل او عن الشخصية او عن الايموشن نفسه، الاحساس اللي عندك. يعني على سبيل المثال نظرة العين، لازم نظرة العين تكون بتوضح انت في انهي حالة. يعني مثلا لو واحد متعصب لازم يبقى عينيه باينة ان هو متعصب، وهكذا. طبعا الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عليها هي البادي لانجويج او الجسم نفسه، لغة الجسد نفسها. لازم لغة الجسد تبقى بتعبر، ان لو قاعد متعصب مثلا وقاعد بيتحرك وبتاع بايده، ما ينفعش يبقى قاعد متعصب وايديه مثلا مربوطة كده، لازم طبيعي ان هتلاقي جسمه بيتحرك وبيعبر عن ده. الحاجة التالتة اللي بتعبر عن الشخصية اللي انا بمثلها هي نبرة الصوت. حتى احنا ممكن ساعات على الراديو زمان كده كنا بنسمع مسرحيات وحاجات، مجرد من تمثيل بتاع الصوت بنقدر نفهم الشخصية دي شكلها عامل ازاي. على سبيل المثال لو في شخصية بيتخانق او يعني متضايق او كده، فطبيعي ان صوته بيبقى تخين شوية، مش معقول يبقى عامل كده وصوته رفيع يعني وهو بيتخانق. الحاجة الرابعة هي الفيشل اكسبريشنز او تعبيرات الوش. لازم وشي نفسه يبقى بيعبر عن الشخصية. احنا كنا بنقول ان هو واحد متعصب وبتاع، لازم بقى بص بتلاقي القورة بقى شكلها مختلف وبتاع، والرقبة ممكن تبتدي تبقى فيها عروق ظاهرة وحاجات كده. التمثيل النفسي طبعا ان انت بتبتدي ان انت من جواك اصلا تبقى مقتنع بالشخصية دي، وبتبتدي ان انت تحس وتتفاعل بشخصية مختلفة عن اللي انت مخلوق بيها اصلا. طبعا احنا يعني مش هنقدر نتكلم كتير قوي في تفاصيله لان ده موضوع يطول شرحه، لكن الملخص ان انت بتبقى من جواك حاسس ان انت شخص تاني غير الشخص اللي انت متعود ان انت تشوفه في المراية. بكده تكون حلقة النهاردة خلصت، برنامج كواليس خفية سيزن 2. اشوفكم الحلقة اللي جاية، كنت معاكم فؤاد الشربيني.